أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل عنصر من الجيش الوطني السوري وإصابة ثلاثة آخرين بقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات النظام وقسد على محيط معبر أبو زندين بريف حلب الشرقي وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. قوات النظام تستقدم رطلا عسكريا يضم حافلات مبيت ورشاشات ثقيلة إلى محافظة السويداء تزامنا مع استمرار الاحتجاجات ضد سياسات حكومة الأسد وفق شبكة الرصد المحلية. هيئة التفاوض السورية تعلن في بيان لها عن رفضها لخطة المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون خطوة بخطوة، مؤكدة على أنها الهدف من العملية السياسية وهو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. مسؤولون أمريكيون يلتقون بكاتب قانون قيصر ماثيو زويغ لمناقشة ما يجب على الكونغرس فعله لمواجهة إيران ونظام الأسد، مؤكدين على قلقهم حول محاولات التطبيع مع النظام وإعادته إلى جامعة الدول العربية. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أكثر من 50 شخصا خلال حملة مداهمات نفذتها في ريف مدينة الشداد جنوب الحسكة وفق شبكة الخبر المحلية. فريق منسقو استجابة سوريا يصدر تقريرا يستعرض فيه القضايا التي تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا منذ مطلع العام الحالي وأبرزها تردي القطاع الصحي والخدمي.